بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور فاهم ثابت الغريري، بورد اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية. مهمة العيادة هي استقبال ومعالجة كافة الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج بمختلف العلاجات، بالإضافة إلى توفر الأجهزة المتطورة ومنها العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، جهاز دافلين الأمريكي يستخدم لعلاج أمراض البهاق والصدفية والأكزيما وداء الثعلبة. والحقيقة نتائج العلاج بهذا الجهاز مشجعة ومفرحة جداً.